نحن في زمان تجلس مع الرجل فيضحك أمامك في وجهه، إذا غادرت من عنده غير وجهه إلى وجه آخر وبدأ يسبك وبدأ يشتمك. في زمان الغدر، في زمان تقلب الوجوه، في زمان يضحك الرجل أمام الناس بوجه، فإذا ما غادر من عندهم أتى بوجه آخر، ومن عاش بوجهين مات لا وجه له، من عاش بوجهين مات لا وجه له.